السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض عن الحماية على الإنترنت. الحماية على الإنترنت مجال واسع جدا، هناخد معظم الحاجات فيه علشان في الفترة الأخيرة بدأت تظهر بشكل كبير والناس ما بتاخدش بالها منها إلا بعديها. من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعرض لها وأنت على السوشيال ميديا، ممكن وأنت بتتصفح كده تلاقي مثلا لينك خبر وفاة مش حد مثلا مشهور، أو تلاقي مثلا لينك المشهد ممنوع من العرض في الحاجة الفلانية، فيبدأ إن هو يغريك، فتبدأ إن أنت تخش، فبيبدأ يخليك إن أنت تعمل مثلا تسجيل في حاجة معينة، بياخد الاي بي بتاع الاكونت بتاعك، بعديها بتلاقي الاكونت بتاعك مش موجود. ودي حاجه ناس كتير جدا بتتعرض ليها بس ما تاخدش بالها منها الا بعديها. دي حاجه في ناس كتير اتكلمت فيها، احنا النهارده هنتكلم عن حاجه غير كده. انا في مره وانا صغير من فتره مش كبيره كنت عايز ان انا انزل لعبه معينه، فوانا بتصفح على السوشيال ميديا لقيت حد منزل لينك للعبه دي، فبدات ان انا ادخل عليها عشان انا انزل اللعبه، فبدا ان هو بعدها بشويه حصل شويه لخبطه في الاكونت انا ما فهمتهاش. لفت نظري برده من فتره ان مارك كان عامل الفيديو ده كان طالع فيه وهو حاطط لزقه على الكاميرا، فانا استغربت، فبدات ان انا اسال نفسي وبدات ان انا ادور في الموضوع وابحث فيه. من هنا بدا سؤال اللي حصل معايا في اللعبه زمان، وسؤال ليه مارك حاطط لزقه على الكاميرا، بدا ان انا اسال وان انا ادور في الموضوع ده لحد ما بدات ان انا اعرف سبب علمي وتفسير علمي للموضوع. في حاجه اسمها مالوير. المالوير ده دي حاجه او مصطلح اسمه معناه برمجيات خبيثه. المصطلح ده بيطلق على اي برنامج بيدور الكمبيوتر، وده طبعا في انواع كتير جدا، منهم نوعين مشهورين، والنوعين دولت يعتبر من اخطر الانواع اللي هم موجودين فيه. النوع اسمه تروجان هورس. النوع ده بيبدا ان هو لما انت وانت بتتصفح كده، فبتنزل مثلا فيديو، بتنزل لعبه، بتنزل مثلا اي حاجه، صوره، ايا كان الحاجه دي، بينزل معاها فولدر معين صغير كده، الفولدر ده مكتوب فيه بعض الكلمات. الكلمات دي بتعتبر بتستخدم كثغره، بتستخدم كحلقة وصل ما بين جهاز الشخص اللي استهدفك والجهاز بتاعك انت شخصيا. بيبدأ ان هو لما بيبدأ ان هو يوصل الجهازين ببعض، طول ما انت فاتح الجهاز يقدر ان هو يتحكم في ان هو ممكن يشوفك عن طريق الكاميرا بتاعت الجهاز بتاعتك، ويقدر كمان ان هو يشوف الكلمات اللي انت بتكتبها على الكيبورد بحاجة اسمها كي لوجر. كمان بيقدر ان هو ممكن عن طريق ان انت مثلا المايك بتاع الجهاز بتاعك يقدر ان هو يسمعك انت بتتكلم وبتعمل ايه، بيتعامل مع الجهاز كأنه قاعد عليه بالظبط. النوع الثاني وده النوع الاخطر من المالوير، ده نوع اسمه وورمز. النوع ده خطير جدا جدا جدا. ليه خطير جدا؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولى إن هو هدفه مش سرقة، هدفه تدمير. بيبدأ إن هو يستخدم الريسورسز بتاع الجهاز بشكل كبير ومتكرر لحد ما بيبدأ إن هو يدمر الجهاز. الحاجة التانية اللي بتخليه النوع ده خطير جدا جدا إن هو بينتقل تلقائيا مع نفسه، ممكن يجيلك عن طريق واحد متصل معاك على الشبكة اللي أنت عليها، عن طريق تليفونك، عن طريق أي حاجة، عن طريق اتصال عشوائي كده بشكل معين، فيبدأ إن هو يجي على الجهاز بتاعك، يعني مش محتاج حد ينقله يعني بنفسه كده. فالنوع ده منتشر والنوع ده خطير. أنا ليه اتكلمت معاكم في الفكرة دي بوجه عام؟ علشان أقول لك مش أي لينك تنزل منه أي حاجة، لازم أنت تبدأ إن أنت تجيب حاجاتك عن طريق مصادر موثوقة علشان تحمي نفسك من المخاطر اللي بيواجهها الناس عن طريق الانترنت. اتمنى تكون الفكرة وصلتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى بعد كده ما تخشوش على اي لينكات، واتمنى بعد كده ان انت لما تحب ان انت تنزل اي حاجة تنزلها من مصدر موثوق منه. الرسالة تكون وصلتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا، ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.